السؤال 37. متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج، فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره إلى جدة قاطع لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. وهذا الجواب لا ينفرن يظهر في نعم هذه ألفاظ الحديث أمر الحال أن يكون آخر عهد بالبيت أو أمر النار ما أذكر وهذا يعتبر وهذا يلزم المعتمد أظن أن جاء بلفظين أمر الناس وأمر الحال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت في سبيل الله أمر الناس يكون حديث مع عباس وين؟ أن يكون آخر مسلم أمر الناس أن يكون آخر وفي لفظ أمر الحال والله كان الحديث الروايتين حديث واحد فتحتاج إلى بحث وتحقيق لأنه الحاج هو ناسك فيحمل المطلق على المقيد على الحاج ايوه اذا كان حديث واحد الله يعقل يعني الذي نحفظ ان جاء الى طيب امر الناس هذه عام مشكلة وامر الحاج هذا يخص الحاج زين هذا يعني اخر فالجواب الذي يظهر لي انه يلزم من اراد السفر الى جده او غيرها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن احد حتى يكون آخر أهله بالبيت، رواه. وإذا رجع إلى مكة سيلزمه أن يحرم من جدة بعمرة أو بحج كما تفضل، لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نسكا إلا بإحرام من الميقات، إن نوى النسك منه أو مما وراءه، وإن نوى النسك من دونه فمن حيث نواه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دم لدخوله مكة بلا إحرام، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك. انتهى من هذا. نعم مسألة الدم في رمضان ما في وقت على مشروع الكلام لذلك كل ما أخطأ الإنسان ولا هو يعني مرجعهم بعد هو قول ابن عباس الذي ينسك أو تركه فعليه دم فعليه دم هذا يعني مرجعهم في هذا كل حال قول ابن عباس يعني والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا ثم هذا الجواب عنه ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع. هذا السؤال الأخير لكون المسافة بين ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة التحليل هذا كيف الجملة الأخيرة؟ يقول ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قاطع إذا بلغت ومن هدف إنها تقطع يعني الدليل على أطلق رأي
هو في الحقيقة يعني جعلوا يعني شروط للتمتع، إذا رجعت تريد دليل نعم ما تجد يعني، وهذه منها لأنهم شرطوا 5 شروط للتمتع، هذا منها الخامس ألا يسافر بين حجه وعمرته مسافة قصر، هذا يعني ولا ولذلك يعني لا يبلغ مسافة قصر، يعني عندها إذا بلغ مسافة قصر العدل، وهو ايضا يقول من عادة قراء صحيفة الدعوة ينفعون بفيض من مشاعرهم نعم واسئلتهم، وردتنا 10 أسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون بها عما يهمهم، كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به بسبيل تأديته لفريضة الحج والعمرة، وقد قاربت 50 سؤالا، وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرائنا الأكارم إلى زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل بالرياض، فتفضل مشكورا ماجورا إن شاء الله، وأجاب عليها جميعها، وقد رأينا زيادة في الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نخرجها بهذه الصورة المبسطة، والله نسأل التوفيق. أنه من النادر جدا أن يحج حاج وليس عليه دم إلا أن يكون مدمما مدمما لأنه من ذا الذي لا يخطئ أو لا ينسى نادر والله نعم لم يسمح لك يا أخي.